أهل تونس جربنا العصبان التونسي وقارناها بالعصبان الليبية، واحد منهم اللي راح يروح للأولمبياد واللي راحين يفوز. راح أكون صريح جدا زي ما أكون صريح في الحلقة الليبية، انتظر الحلقة راح تنزل قريبا. يا جماعة الخير، هذه كبسة انطبخت من مواطنة كندية. Jack, I'm gonna be very honest. Okay? I love it. Okay, bismillah.